ولدى وصول ضيف البلاد الكريم إلى قصر القضيبية ترافقه كوكبة من الخيال، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان السلطاني لسلطنة بروناي دار السلام والملكي البحريني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بضيف البلاد الكريم. ثم صافح جلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام أصحاب المعالي والسعادة من الجانب البحريني، ثم صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد المرافق لضيف البلاد الكريم.
بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة اجتماعا ثنائيا مع صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشاري الأمن الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين. جرى خلالها استعراض علاقات التعاون والصداقة الوطيدة القائمة بين البلدين وما تشهده من نمو وازدهار في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أهم القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. بعد ذلك تبادل جلالة الملك المعظم وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الهدايا التذكارية. ثم عقد جلالة الملك المعظم اجتماعا رسميا مع جلالة السلطان حاج حسن البلقية بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء الوفدين. ورحب جلالته في بداية الاجتماع بضيف البلاد الكريم متطلعا إلى أن تسهم زيارته في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الطيبة وتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الوطيدة بين البلدين الشقيقين، فيما أعرب جلالة سلطان بروناي دار السلام عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في المملكة. واستعرض جلالتهما أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطويرها وتوسيع آفاقها، لا سيما في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية. Brunei Darussalam to sign the Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain and the Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam on political consultations. Next, may I invite Her Excellency Mrs. Hala Mohammed Al-Ansari, Secretary General of the Supreme Council of Women of the Kingdom of Bahrain, and the Honorable Dato Haji Nazmi Mohammed, Minister of Culture, Youth and Sports of Brunei Darussalam, to sign the Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Bahrain and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di Perituan of Brunei Darussalam.